السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. معاكم هيثم مرسي من كريبتو عرب. حلقتنا النهاردة عن موقع رائع جدا جدا جدا. النهاردة هوريكم بعض الاستراتيجيات أو حاجات مهمة جدا حصرية هتفيدك في القناة. فما تنسوش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو أنت جديد معايا في القناة يا ريت تعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان يجي لك كل جديد. سيليكون ميس يا جماعة موقع كويس جدا، بيتكلم في التداول. الموقع ده عبارة عن بوت، انت بتشتري بوت او بتأجر بوت من الشركة. البوت ده ممكن يشتغل على بيتفينكس، بيتريكس، باينانس، بيتستامب، كوكوين، بولونيكس، هيت بي تي تشي، كوين بيس برو، اوكي اكس، وهوبي، ويوبيت. يعني انا بجيب لك بوت كامل مكتمل بجميع الاشياء، تمام؟ تعالوا ناخد نظرة سريعة على الموقع كده ونفهم الدنيا ماشية ازاي. زي ما انتم شايفين هنا بيتكلم على تريدنج لونج بوت، شورت بوت، وبوت ويز كو اف ال، وكومبوست بوت. والنهارده هشرح لكم جميع الحاجات دي. طبعا انتم عارفين اللونج والشورت طبعا، انما الكو ال اف هو انت بتستخدم طريقة معينة، الكومبوست انت بتحاول تعمل اكتر من بوت في اكتر من بيع، تمام؟ بس طبعا الشرح ده النهارده هيحتاج اكتر من فيديو علشان ما اقدرش اغطي موقع كامل في فيديو، والا اذا هيكون طويل وممل ليكم، فاحاول اختصر باقوى ما يمكن. بس المشكله لو انا اختصرت الناس مش هتفهم وتقول لي تاني ومش تاني وكمل. المهم يا جماعه لو انت عايز تجرب البوت بالمجاني ممكن تشتغل بالمجاني، بس انا دي حاجه بتاعتك، انا شغال عليه واوريدي يعني مشترك بالبوت. تعال نشوف اسعار البوت، هو ستارتر وادفانس وبرو، تمام؟ طبعا احنا بنتكلم على 29 دولار في الشهر، 50 دولار او 49 دولار في الشهر، و99 دولار في الشهر. كل بوت بيختلف عن الاخر. تعال نشوف البرو. البرو انت ممكن تشتغل سيمبل وتشتغل كومبوست بوت وبيت ميكس. بيت ميكس لو انت عايز يعني تراهن او الكلام ده، تمام؟ فالبوت بيساعدك في البيت ميكس وده حاجه كويسه، بس لازم يكون معاك راس مال كويس، لان 99 دولار دي حاجه كبيره. الادفانس، الادفانس ب 50 دولار و انا ارشحه لك، بس دي حاجه بتاعتك، تمام؟ الادفانس ده بيتعب فيها السمارت تريد والسيمبل بوت والكاستم تريدنج فيو سينيال والمحفظه البورتفوليو مانجمنت اللي هي هنشرحها برده في الفيديو ده. انما السمارت تريد تيرمينال اللي هو جميل برضو، جميل جدا جدا جدا، حلو قوي. تقريبا ممكن تشتغل بخمسة او اكتر من بوت، وهنشوف النهاردة كل الكلام ده وهوريكم كل حاجة. عندنا طبعا واحد تاني لسه نو ريكوست اللي هو لسه تري كومنتس ابي، ده حاجة تانية لو انت عايز تربط بنصة معينة بتدفع خدمة اكبر والكلام ده. عشان تسجل في الموقع هسيب لكم الرابط يا جماعة طبعا اسفل الموقع. لو انت سجلت تقريبا الموقع ممكن يديك، مش ممكن هيديك، لو انت سجلت من خلال رابط واحد مشترك الموقع هيديك 3 ايام مجاني العمل عليه. ف 3 ايام انا اضمن لك ان انت في الثلاث ايام دول هتقدر تربح 3 4 5 دولار 10 دولار انت وشطارتك باستراتيجيتك. انا هوريك كل حاجه لايف قدامكم. ما انصحش الناس ساين ويز فيسبوك، لا، اكتب ايميلك العادي، باسورد، والباسورد تاني، والبرومو كود لو انت عندك بريمي كود لو موجود. طبعا انت مش هيكون عندك البرومو كود، انا هسيب لك الرابط تحت وهسيب لك كود تحت برضو. هتعمل ريجستر ولازم تدوس على اجري، ولو انت عايز سبسكرايب او لا. في الحاله دي انا مسجل في الموقع، طبعا سجلت دلوقتي، كل ما عليك انت بتعمل لوجن. تعال نشوف الحساب اللي انا مسجل بيه، انا مسجل بحساب يعني تجريبي، جيد. تعالوا نشوف عشان اوري كل الناس الحساب التجريبي هو دوت. ده الباسورد طبعا حابين تشوفوه حابين تاخدوه، ده حساب وموقع يعني مش هنشتغل عليه، جيد. وبعمل ساين ان. انا حاليا دخلت على الموقع، طبعا انا عملت كتست مسجل من خلال نفسي، وزي ما انتم شايفين هنا برومو كود او برومو هديك 3 ايام بالمجان، يعني انت هتشتغل ب 3 ايام مجان. تعالى ناخد شرح النهارده بس كده لذيذ عن البوت ونفهم كل حاجة. عندنا في الخانة الشمال هنا أهم حاجة الداشبورد. الداشبورد بيتقسم على سمارت تريد واوتوماتيك تريد بوت وانفايت اند ايرن، ده عشان انت لسه في البيز بتاعك. انا هوريكم الشكل لما انت تخش دلوقتي، وهوريك الشكل طبعا اما انت
تدخل بعدين، اوكي؟ بس لازم افهمك كل حاجه خطوه بخطوه بحيث يكون الموضوع يعني مفهوم ليكو وواضح 100%. تمام؟ هنا قبل اي حاجه الكونكت، لو انت عملت كونكت بهذه الطريقه المفروض بتكتب نوع النيم، لو انا عايز اسميها مثلا تيست، اوكي؟ بنختار هنا في الحاله بتاعتي طبعا في البيت فينكس بيت ميكس، كل اللي انت عايز تجرب جميع المنصات اللي انت عايزها، ممكن تجرب اليو بيت، ناس كتير عارف شغالين على اليو بيت، تمام؟ وبتكتب الابي كي والابي كي سيكريت، وشرحناها اكتر من مره في الشيرينبي وازاي تربط الابي كي، وبتعمل اوكي هيشتغل معاك بدون دفع اي حاجه. خدوا بالكم من بليز كونفيرم يور ايميل ادريس تو كومبليت يور ريجستر، لازم تعمل كونفيرم. الكونفيرم زي ما انتم شايفين انا جالي انا اهو ليسن 1 هاو تو اد اكسشينج ماركت، وتاني واحد اللي هو تاني واحد وريجستر. طبعا انتم مش محتاجين طبعا، انا النهارده هشرح لكم كل حاجه. عشان تعمل كونفيرم كل ما عليك اللي انت بتنزل تحت هنا وبتعمل كونفيرم ايميل، بالتالي بيديك الكونفيرميشن ان اهو زي ما انتم شايفين يور تريلال بيريود اكسباير ان 27 اور سبسكرايب، يعني انا 72 ساعه هتقدر تستخدمه من الوقت اللي انا بشرح لكم فيه دلوقتي. زي ما احنا شايفين هو دلوقتي فاتح لك برومو عشان انت مسجل من خلال شخص اوريدي عنده شغل، او زي انا دخلت على حسابي والسيستم بيديك كده، تمام؟ كونكت هي تعالوا نشوف على السمارت تريد. السمارت تريد برضو هنتكلم عليه بطريقه مختلفه. انت السمارت تريد هو هنشرحه خطوه بخطوه. ماي بوت، طبعا البوت اللي انت بتحطه بيتقسم لشورت بوت، سيمبل بوت، كومبيست بوت، وشورت كومبيست شورت بوت، وهوريكم كل حاجه بمثال حي. ماي ديل، الديل بتاعي اللي انت طبعا شغال عليه. البوت اناليسيك، يعني بيقول لك اخبار السوق ايه. ماي اكسشينج، المنصات اللي انت بتشتغل عليها. التريد بتاعك انت، اخبار التريد بتاعك ايه. المحفظه بتاعتك وتقدر تقسمها سواء بيتريكس او باينانس، بيبقى بالشكل ده. عندك جميع المحافظ بتاعك، تقدر تخفي واحده، تخفي اثنين، تخفي ثلاثه، تخفي اربعه، ما يتبقاش اي حاجه، وتظهر مثلا البولينكس، هتلاقي ان البولينكس ظاهره بكلها. ماي بورتفوليو، اوكي، وسبسكرايب. سبسكرايب دي نقطه مهمه طبعا، لان انت عشان تشتغل في الموقع عجبك لازم تختار اي باكج من دول، ستارت، ادفانس، برو، والبرايس اوف ريكويست اللي احنا مش هنشتغله. يبقى احنا نركز في الثلاثه. انا حاليا لما انا اشتريته، انا تقريبا اشتريت ده او ده، مش فاكر بالظبط يا جماعه، هنشوف دلوقتي. كل ما عليك ان انت بتختار، مثلا لو هتختار، هو هنا بيقول لك انا الشهر 29 دولار بيديك سمارت تريد نو ليميت اوف نمبر اوف اكسشينج، يعني تقدر تشتغل عليه زي ما انت عايز. ايرور اند كانسليشن نوتيفيكيشن وبيست تشويس اف يو دونت نيد بوت، يعني ده كويس للستارت اب. الادفانس ب 50 دولار 49 دولار، ستارت تريد، سيمبل بوتس، كاستم تريدنج فيو سينيال، وبورتابل مش هتحتاجه قوي، خليك في الستارتر عشان تكون عارف تجرب في الشهر 29، تمام؟ عشان تشتريه مثلا بتقول انا هاخد واحد سنه، وبتختار ادفانس نوع هنا بيديك اديف كاش وكريبتو كوين بيمنت او يندكس، يعني الثلاث طرق بالدفع هم دول، اديف كاش وكوين بيمنت ويندكس. لو انت اخترت كوين بيمنت بتختار اي عمله انت عايزها، لو انت اختار اليندكس هتختار انا ما اشتغلتش عليه، والاديف كاش انت عارفين بالدولار، وتعمل كونفيرم هيربطك بالحساب. انا كنت فاكر اللي هو بيديك حتى كمان اهو زي ما انتم شايفين 29، لو انا اخترت باك 29 بخش بعمل كده، بيدي لك كمان البي بال لو انت ب 29 دولار، يعني 29 دولار بي بال، اوكي؟ يبقى انت بتختار شهر لو انت عايز تجرب. انا عن نفسي شاري سنه تقريبا او حاجه زي كده كتجربه، عشان تعرفوا انا لما بجرب حاجه بحب اجربها على نفسي الاول وبعد كده بطلعها، مش اي حاجه وخلاص بشوف موقع بقوم طالع شرحه وخلاص، تمام؟ وخلي بالكم في نقطه مهمه جدا، اول ما انت بتعمل تشوز وبتشتري الباك بتاعتك مثلا البي بال وبتعمل كونفيرم، ممكن ما تلاقيش البالانس بتاعك هنا، هتلاقيه زيرو زي ما هو، ولكن كل ما عليك انت بتعمل هتلاقي بتعمل ابجريد، تدوس بدل تشوز دي ابجريد، هتلاقي نفسك فعلت الباك. بس انا انصحك تنتظر 3 ايام وبعدين تشتري، اوكي؟ لان انت هتخش من الرابط اللي هيديك زي ما انتم شايفين 3 ايام بالمجان. وانفايت فريند طبعا ككل حاجه، وهنا التوتوريالز لو انت محتاج تفهم كل حاجه عن طريق اليوتيوب او عن طريق، ولكن ما بيشرحوش زي ما احنا هنشرح دلوقتي. ده شكل المنصه بوجه عام،
او شكل البوت سهل جدا. انا اشتغلت على 3 أو 4 بوت ولكن ده عجبني جدا 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 فانا حبيت اعرضه عليك. عشان اعمل بوت يا جماعه تعالوا نشوف شكل البوت. في هنا السيمبل وفي الكومبوست وفي انا بستخدم السيمبل بوت. وطبعا هنا مش هيخليك تخش على اي حاجه لان انت مش رابط باي حساب. تمام، ده الحساب بتاعنا اللي هو التوتوريال اللي احنا هنشرح عليه. تعال نفهم هنا ماي اكسشينج سبسكريبشن انفايت فريند والسيتنج والترانزاكشن هيستوري والابي. طبعا الابي اللي هو انت بتربطه بيه. اللي يهمني هنا السيتنج. السيتنج اول ما تخش عليها هنا بيختار اللغه بتاعتك، احنا نختار الانجليزيه طبعا. لو عندك برامي كود فير حاول ادور لك على البرومو كود واحطه لك كمان عشان تاخد 10% ديسكاونت لان تقريبا كان عندي او حاجه زي كده. هنا جميل جدا في الموقع النوتيفيكيشن. النوتيفيكيشن انت بتربط حسابك بيه، انا ربطه بالتليجرام وهوريكم ان شاء الله في باقي الشرح في التليجرام. وبناء على ذلك هتلاقي ان كل حاجه مربوطه، سواء دفعت سواء وصل لي سواء كانسل او اي حاجه. كل حاجه مثلا تقول او مثلا انا بعمل كده تقول اي او اس اندرويد ابعت لي اما يكون البروفيت تيكن، يعني اما يكون هنا عندك كل حاجه باي اوردر بوت ستوب لوز تيك بروفيت. تختار اذا كنت عايزه على التليجرام هيجي لك ولا على التليفون ولا على الويب. فحاجه جميله وما بتسيبش حاجه، جباره مهوله لذيذه جدا. تعال دلوقتي هوريكم كل الكلام ده قدامكم حي على موقعي او على البوت بتاعي عشان تشوفوا الشغل ازاي. بعد ما بحط التو فاكتور اوثنتيكيتور بيفتح معايا الموقع بهذا الشكل. تمام، هو ده البوت بتاعي. اوكي، انا ما دخلتش عليه النهارده، الساعه دلوقتي زي ما انتم شايفين 9:30 صباحا، فانا بسجل الفيديو لحضراتكم 9:30 صباحا. تعال نشوف كل حاجه في البوت بتاعي وهل انا الانفورميشن وكل الكلام ده زي ما انتم شايفين. انا هنا اهو زي ما انتم شايفين هو ده عملاتي وكل حاجه، وان شاء الله راح افصلها لكم في اكتر من شرح عشان تكون الموضوع معاكم جاهز. هنا انا لو انتم ملاحظين في البوت الثاني كان بيقول لي كونكت، انا هنا مش كونكت، انا بيقول لي ان ديفلوبمنت، يعني ايه اللي هيحصل ان فيوتشر. هيعملوا بيت ماكس زي ما انتم شايفين، التريدنج فيو شارت، الادكس انتجريشن اللي هي المنصه، السينيال ماركت بلاس، والكاستم استراتيجي. اوكي، فمش ممكن تعمل دونيشن للبروجكت او لا. طبعا احنا مش هنعمل دونيشن. هنا الفيوتشر اللي حصل ايه؟ البوت ابي، البيتريكس بوت، والابي اخر حاجه حصلت. تمام؟ او تقوم عامل انت ريكويست فيوتشر هنا وتشوف تايب يور سو ماكسيمم، يعني قول لهم انا عايز ايه يحصل في المستقبل وهم هيحاولوا يعملوا الفريق. فدي حاجه كويسه، انت بتدفع تلاقي خدمه. تمام؟ هنا انا قدامي 98 يوم عشان انهي العقد بتاعي. انا تعالوا نشوف سبسكرايبشن، انا شاري عقد ايه قدام حضراتكم. انا شاري البرو 99 دولار في الشهر لحد 5 فبراير 2019. تمام، فهي كتجربه حبيت اشتري الاكبر عشان انا نصحتكم بالبرو اللي هو بيست تشويس. تمام، مش هو عشان بيكتب لك بيست تشويس يعني معناه اللي هو عايز يكسب منك. تعالوا نشوف اول حاجه الداشبورد بتاعي. تعال عشان نفهم هنا الماي بوتس. في ناس شرحت، واحد تقريبا شخص واحد شرح البوت بالعربي وقال لك انا ما بستخدمش البوت دوت لانه مش مربح، بفضل ليك الماي سمارت تريد. تعالوا نشوف البوت، يعني ماي بوت بيجيب لي كام وماي سمارت تريد بيجيب لي كام. تعالوا بصوا اول تايم بروفيت، انا عملت 315 دولار. تمام، يعني 0.05 بيتكوين ده ربح النهارده 27 سنت بس. تمام، بس امبارح بالليل انا كنت وصلت ل 4 دولار مكسب. جيد، اول امبارح ممكن توصل 5 دولار حسب راس مالك حسب الاستراتيجيه بتاعتك، وده هيكون حاجه ثانيه خالص. انا بستخدم استراتيجيات معينه وبجرب في كل حاجه. النهارده البيتكوين نازل وكل العملات نازله. هنا الماي سمارت جاب لي 60 دولار بس في تقريبا، انا بتداول هنا ب 2000 او حاجه على المكان ده، وفي السمارت تقريبا ب 600 او الكلام ده. بس حاليا وقفت الماي سمارت تريد لحد ما اضع استراتيجيه جديده باذن الله. سمارت تريد، تعالوا نشوف السمارت تريد بتاعنا. هنا السمارت تريد بتقسم على حاجات كتير. تمام، عندك باي اند سيل، ومش هنستخدمه الا في حاله معينه. هنا السمارت تريد هنا هنستخدمه، والسمارت سيل
هنستخدمه. سمارت كوفر حاجة جديدة بيعمل لك كوفر للبادجت بتاعك، ولكن انا ما برشحش ليه حاليا، ده شغل تاني ملناش فيه، يستحسن يستخدم على بيت ميكس. هنا باي اند سيل ده بتستخدمه في السيمبل بوت، وتقدر تحط هنا كمية زي ما انت شايفين، انا معايا مثلا كمية قليلة من عملة معينة. كل ما عليك اللي انت بتختار، تعالى اوريكم الجمال. انا هنا شغال على باينانس، وزي ما شايفين باينانس تريد ايجيبت تمام، شغال على باينانس وبيتريكس. اوكي تعالى لو حطيت باينانس هنا بيقول لي اوكي انت عايز ايه، هنقول له مثلا تعالى بيتكوين كاش، لان انا فاكر ان انا عندي بيتكوين كاش قدام البيتكوين. اوكي هو هنا جاب لي البيتكوين، لا انا عايز بيتكوين كاش تمام قدام مثلا عمله معينه. فكل ما عليا اللي انا بختار، انا حاليا ما عنديش، لان طبعا مبلغي واصل زي ما انتم شايفين في، ولكن ممكن اعمل ايه مثلا لو انا هنا بقوم عامل سيل. بص هنا بيوضح لي ايه، يقول لي ان انا عندي 1.1 بيتكوين كاش 0.1. لو انا دوست عليه كده بينزل لي اليونت هنا، وخلي بالكم هنا بيفعل لي بيقول لي توتال 0.06 بيتكوين، عندك كذا مقفولين كذا، كل حاجه كل المعلومات فوق تمام. انا هنا ممكن اعمل سيل عادي، بقول له باع لي 10%، باع لي 25%، باع لي 50% من راس مالي زي ما انتم شايفين بيقسمها. لو انا قلت 100% يقول لك 1 بيتكوين، بيتكوين كاش. هنا 5% بس منه، 10%، 25، 50 تمام. وهنا لازم تخلي بالك من النقطه دي اللي محدش بياخد باله منها، بيد اسك لاست ليميت ماركت، او انت تختار البيد. انتوا عارفين البيد يعني بتدفع كذا، او اسك انت بتطلب سعر كذا تمام. فخلي بالكوا سواء هنا او هنا تمام، ما يعني دي حاجه بتاعتكم. لحد كده انتم فاهمين معايا التوتال هنا بيقول لك كام. لو انا بعت 5% مثلا عايز ابيع، هيبيع لك هيدخل لك بيتكوين وفي الحال تمام. طيب انا كده يعني شغل على اعمى، يعني ايه اعمى؟ هقول لك دلوقتي هفهمك يعني ايه كلمه اعمى. زي ما حضرتك شايفين انا كده بقول انا عندي هنا مثلا إيه، عندي هنا بيتكوين كاش 1 بيتكوين كاش. طب انا مش شايف ابيعه ولا لا، هقوم داخل هنا اختار عندك تريد تيرمينال سينيالز وتريدنج فيو. انت تختار، بص لو انت اخترت سينيال بيقول لك ايه، بيقول لك انا عندي النهارده السينيال حاجه كويسه جدا يا شباب، السينيال مع العملة الـ MTH اللي فيها ارتفاع النهاردة وهي حقيقي سترونج باي، بيقول لك دول العملات اللي فيها سترونج باي تمام. عشان الناس اللي بتقول لك انا ببيع توصيات ومش توصيات وكل الحوارات الخنتريش دي ملهاش اي لازمة تمام. طبعا سترونج باي، تعالى ندوس على دي مثلا كده ونقوم داخلين عليها ونقوم باصين على ال، ونلغي، بصوا دخلني على الشرط بتاع العملة تمام. انا هنا مش محتاج اخش على المنصه وبص، لان ربطت المنصه بتاعتي على طول. طيب سترونج باي، هل انا دلوقتي الناس بتشتري حقيقي وبيقول لي هنا سترونج باي تمام، سواء بالايثيريوم سواء باي عمله هنا اهو تمام. بناء على هذا انا هخش اشتري صح. طيب طبعا الف مبروك للناس اللي اشترت من هنا اهو مثلا، بس ده احنا بنتكلم على 8 نوفمبر يعني كان امبارح تمام. فالربح النهارده لو انت ملاحظ من 8 نوفمبر النهارده السعر كان 632، يعني لو كان باع هنا كان باع ب 900 فربح. هو ده فكره البوت تمام. البوت بيقول لك ايه، انا برشح لك ان انت تشتري العملات دي عشان مثلا تكسب بيها. طب انا بحط ايه، احط اللي انا الرينج اللي انا هبيع هنا هو مثلا 972 تمام، وشاري ب 820 يعني 10% مثلا ربح تمام. فلازم تحسبها بهذه الطريقه. في طرق كتير ممكن تخش، انا بديك اسهل طريقه عشان ناس كتير بتشرح حاجات بتبقى بتصعب الموضوع عليك تمام. هنا خلي بالك برضو من هنا اللي بيقول لك بيع، عشان لو عندك اي عمله من دول بيع على طول، لان لو احنا رحنا دخلنا على العمله دي مثلا، تعال نبص على العمله دي. بص هو هنا في وقت اللي بيقول لك ان نسبه الشراء، ناس بتشتري انا عايزك تبيع، ده السيمبل بوت. السيمبل بوت لو انت ما بتخش على المنصات، لو انت مش فاهم حاجه في المنصه تمام، ده السيمبل بتاعك. تعال زي ما انتم شايفين انا عندي هنا زوج هنتكلم عليه مره ثانيه في يعني براحتنا عشان ما نطولش عليكم الموضوع. نخفي السينيال وهو ده الباي اند سيل. سمارت ريت طبعا حاجه كويسه جدا. سمارت ريت انا بقول له انا عايز مثلا سمارت ريت، يعني اعمل لي تريد ب مثلا 0.05 ايثيريوم. بتحط هنا اهو 0.05 ايثيريوم، انا هنا التريد بتاعي مثلا الايثيريوم قدام العمله دي، لا تعالى نعمل هنا مثلا بيتكوين بي تي تشي ايتياك زي ما انتم شايفين. بنختار هنا طبعا انا مختار المنصه بتاعت باينانس، هو هنا بيجيب لي الشرط بتاع البي تي تشي
بقوم داخل بعمل سينيال اخبار ايه يا عم الايثيريوم مع البيتكوين. ايثيريوم بيتكوين هو ما قاليش اي حاجه هنا، فاهو مفيش يعني مثلا ايه، بص هنا مثلا زي كاش الناس بتشتري الاكس ال ام الكلام ده كله، بس هنا مش هتبع كل الكلام ده علشان دي حاجه بتاعتك انت مش بتاعتك. تمام، هنا انا عندي السمارت ريت، انا عايز يا عم اعمل تريد بالكميه اللي معايا من الايثيريوم. تمام، هو بيقول لك انا حاليا انا بديك مثال بس يا شباب. تمام، عندي بيتكوين طبعا هي كميه قليله، طبعا ده بتعمل ايثيريوم يعني بتعمل بالبيتكوين. تمام، لو انا اخترت اتياكا مثلا اكس ار بي، تعالوا بصوا كده، انا اخترت زوج غريب جدا الايثيريوم مع الاكس ار بي، وطبعا هي فكره كويسه ان انا بحاول اعمل زوجين مع بعض مختلفين بطريقه مهوله، ده الايثيريوم قدام الاكس ار بي. تمام، عشان اديكم مثال حي، انا هنا في السمارت تريد بقوم دايس على الايثيريوم ده، هو بيقول لي انت عندك مثلا ايثيريوم اهو، طيب انت عايز تشتري ايه يا عم؟ لا ده انا الايثيريوم بتاعي هاخد اكس ار بي. تمام، يعني ف هي دي النقطة. هنا برضو بتشوف اسك ولا بيد ولا اي حاجة ليميت الكلام ده كله، وبتختار الكلام ده، لو انت تشتري اسك، لو انت تشتري كذا، لو انت كنت شاريهم اوريدي لازم تقول مثلا انا شاريهم بسعر كذا وتحط. تمام، هنا المكان ده اسمه سيت تيك بروفيت، سيت تيك بروفيت المفروض تعمله اون او اوف لو انت عايز. انا برشح لك سيت تيك بروفيت اون، المفروض بتعمل على ماركت اوردر او ليميت اوردر، ممكن تختار الليميت اوردر لو انت عايزه او تسيبه بالديفولت ماركت اوردر. هنا بيقول لك 25%، يعني يا اخي يا اختي لو انت اشتريت بالحاجه ب 240 مثلا ايثيريوم 0.00240 عشان تبيع كميه مثلا اكس ار بي قدام الايثيريوم وعايز تربح مثلا 10%، عايز تربح 10%، يبقى انت هنا من 240 بقوا 265، يبقى السيستم هيبيع لك في السعر ده وانت مغمض عينيك وقافل عينيك. طيب تمام، هنا ممكن تعمل كمان السبليت. السبليت معناها ان انت تقول له لا انت بيع لي مثلا كميه معينه بسعر كذا، كميه معينه بسعر كذا، كميه معينه بسعر كذا. تمام، انا بحاول اشرح بهدوء وكمان بطريقه مفصله جدا بحيث تبقى فاهم معايا كل حاجه. جميل، التريلينج. التريلينج ده معناه مهم جدا يا جماعه. التريلينج ده تعالى اشرح لكم فيه كلمه ونص بحيث ما نصعبش عليكم المواضيع ونفهمكم. يعني دلوقتي انا اشتريت العمله هنا، تمام، اشتريت العمله هنا، السعر نزل مثلا، اشتريت العمله عند 293، السعر نزل لي هنا هو 237. طيب انا هعمل ايه؟ نزل مثلا 5%، البوت بيعمل لك بيشتري لك نسبه معينه من العمله بتاعتك، يشتريها لك من هنا، هو يشتري لك نسبه معينه، هنا يشتري لك مثلا نسبه معينه، ولحد ما السعر يقوم طالع تاني هنا اهو يقوم بايع، يبقى انت كده كسبت. هو ده التريننج، سواء انت عملت بالماينس، لو انت عملت بالبوزيتيف يعني بالموجب هتلاقي ان هنا اول ما يطلع 5% بيشتري لك ويبيع لك كميه معينه ويشتري، اول ما يطلع شويه بيقوم شاري وبقى، يعني بيشتغل بنفس الميكانيزم ده او نفس الاستراتيجيه دي. تمام، وطبعا الاستراتيجيات احنا معانا كل حاجه. الستوب لوس، الستوب لوس ممكن تفعله وممكن تقفله، انت بتقول له لا طب انا هحط لي الليمت ستوب لوس اول ما نوصل ماينس 25% يا سيدي، يعني مثلا هنا اهو 25% تقريبا، هنا اهو مثلا هنقول بيع لي. تمام، تمام، بس ايه بقى، حط لي كمان بالدقيقه، يعني بعد 5 دقائق من الكلام ده بيع لي، او تريلينج للستوب لوس، يعني بيع لي شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، فحاجه جباره جدا جدا جدا. تمام، هو ده السمارت تريد. السيل، سمارت سيل بتبيع، بس بتبيع الاكس ار بي، عندي مثلا الاكس ار بي اهو يا جماعه قدام حضراتكم، بقول له خلاص انا عايز ابيعه بالايثيريوم، اوكي، بروح اشوف السوق بتاعي بالاكس ار بي لو انا عايز مثلا اخد ايثيريوم، بيقول له ايه، اوكي انا شاريهم ب 0.024، عايز ابيعه ب 25% اكسب 300 من 301 اسف، يعني 241 ل 200 ل 300. تمام، يعني في ربح، في ربح. تمام، ف يعني السعر 241، تعال نبص، وهبيعه ب 301، تعال نبص عليه ثانيه واحده كده. تمام، تعال نبص هنا اهو 240 241. تمام، بيقول لك لا بيع لي ب 301. تمام، انت بتختار طبعا، بترسم، ممكن تبيع 244، ممكن تبيع هنا اهو، انت بتختار مثلا 25%، يعني بتختار هنا اهو مثلا
تقول انت هتختار مثلا ممكن تبيع 260 مثلا 261، تعال نشوف 261 مثلا. زي ما انت شايفين هنا اهو، تختار 291 261 الكلام ده كله تمام. انت بتختار اهو 240، تختار تربح 5% سكاربنج سريع، ربح سريع على طول، بيع وشراء وبيع وشراء. ده استراتيجيات هنشرحها في فيديوهات تانية. فهو ده السمارت تريد. تعالوا نشوف السمارت تريد بتاعي، وهوقف الفيديو على كده، ولينا شرح تاني عشان نشرح اللي هو البوت والماي بوت. هحاول اقسمه لثلاث شروحات تمام. لو الفيديو نال اعجاب منكم ليه لا نشرح. تعالوا نشوف الهيستوري بتاعتي. طبعا انا عندي، بصوا يا جماعه عشان اثبت لكم كل حاجه وتشوفوا قدام عينيكم، انا شغال قدامكم اهو. هنا عملت ستوب لوس 10%، هنا ستوب لوس 4%، وخرجت. طبعا هنا في حاجات كله بيتجرب، بس هنا انا يعني بكسب التيك بروفيت 10% زي ما انتم شايفين من العمله، وبعد كده بعتها 5% تيك بروفيت، 10% بروفيت، 5%، 15%، ده عمل لي 20%، التريكس 20%، 0.001 هنا يعني زي ما انتم شايفين 6%، كل هنا 0.005 18%. فانت وذكائك يا اخي يا اختي باستراتيجياتك الكلام ده. تعال نشوف الاستراتيجيه بتاعتي و يعني نشوف انا شغال على ايه دلوقتي كتست. طبعا انا مش، انا وقفت كل الاستراتيجيات لان بحاول اجرب في حاجه وحاجه وحاجه بحيث اكون معاك. تعال بص، انا هنا عامل استراتيجيه ليند اللي هي لاند مع البيتكوين تمام. هنا بيقول لك ان انا خسران 0.0001. طبعا انت تقول طب ما انت خسران دلوقتي، انت ليه ما ظبطتش نفسك؟ لان انا ما عنديش عملات في المحفظه دلوقتي، كل عملاتي ثابته وواقفه بسبب السوق. تعال انا معايا 516، سبيت الليميت برايس اللي هو 335، والبيع عند 24%. تعال نشوف الدنيا ماشيه ازاي مثلا في الحاله دي اللي هي الحلقه بتاعتي. زي ما انتم شايفين هي دي العمله. تعالوا نخش نبص عليها، 335 و418. 418 انا بطلب، اللي انا يعني حلم كبير جدا انا طلبت نوم تمام، يعني كمان اكتر يعني. بصوا انا طلبت ان 418 يعني هنا تمام. ف صعب جدا اللي انا اكسب منها تمام، صعب جدا، صعب جدا جدا جدا. ده مثال مثلا. فانت المفروض مثلا، انا قلت ايه، لا تعالى ليميت اوردر، هغير لك انا الاستراتيجيه بتاعتي. اوكي انا معايا خلاص الكميه بتاعتي بتاعت اللاند، كل ما بقول له باع لي ربحني 10% تمام. ده مثال مثلا، ربحني 10%، يعني انا شاري هيقول هو متوقع ان انا شاري بالسعر دوت، هبيع عند ما يوصل 386 تمام. 3 سي 3 سيوت. تعالوا هنا، تمام 3 سيوت يعني معنى صح برضو هنا، يعني مش كتير تمام اهو بالظبط هنا. فلو العمله وصلت هنا انا هبيع تمام، او البوت بتاعي هيبيع. عايز تعمله 5%، تعمله مثلا 5%، تعمله 2%، تعمله تربح 1%، دي بتاعتك. ممكن تعمله 100% كمان، 100% هيربحك تمام. انت ممكن تعمله 5%، 5% يعني 3 5 1 يعني هنا اهو يا جماعه، هنا اهو بالظبط تمام. اول ما السعر يوصل هنا اهو يكسر اول مره، هتقوم بايع تمام. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ اقول له اوكي، واعمل لي يا عم اول ما ينزل مثلا مينو ماينس 5 اشتري لي. انا هنا مش مفعل، تعال شوف ستوب لوز اوف، مش عايز ستوب لوز، واعمل له ادد. هو هنا هيشتغل هنا سمارت تريد سكسسفول ابديت. حلو كده، هو كده عمل له ابديت السمارت تريد. طبعا هيكون لنا شروحات اكتر، وهوريكم ان شاء الله لو الفيديو نال اعجابكم حاجات كتيره وحاجات ازاي تشتغلوا عليها، ووضع معاكم الخطط خطوه بخطوه. هيكون يعني حاجه خاصه في جروب خاص او فيديو خاص للناس اللي هتتوافق معايا وهتشترك من خلال الرابط بتاعي، هحاول برضو اساعدها بكل الطرق. تعالوا هنا نشوف مثلا حاجه، انا هنا عاجبني اللي انا ابيع، هو ممكن اقوم بايع على طول، اقوم عامل هنا اهو هنا، اقوم مغير على طول الاستراتيجيه تبقى تعكس، يبيع لك ويشتري لك، يبقى يعكس
التريد بتاعك. جميل يا شباب، جميل. تعالوا نظرة سريعة على ماي بوت، ده البوت بتاعك، كل ده البوتات بتاعي اللي انا شغال عليه، تمام. ماي ديل يعني عشان بس ايه اوري حضراتكم، ده كل الديل اللي انا شغال عليه. طبعا عندي ديل كتير، عمل فيلد اهو اللي انا دلوقتي كنت بشرحه قدام حضراتكم مع الاثيريوم، فطبعا هو على طول ارى السيستم وقال لك فيلد يا عم الحاج انت هنا ما فيش، بس تعال بص الربح ده. مثلا انا عملت البوت بتاع الاكس ال ام جاب لي 27 سنت من العمليه دي، طبعا امبارح الساعه 9 بالليل، تمام. ف مثلا انا هنا شغال على ام تي اتش، فين هو ده شكل البوت بتاعي، تقدر تشغله مثلا ام تي اتش. انا عندي مشكله فيها بقوم عامل له اوف، اوكي، قفلت له البوت بتاعي. يعني طالما احنا هنا تعالوا نبص على الاستراتيجيه بتاعتي والربح بتاعي من هذه العمله. طبعا انا ربحت هنا اجمالي الربح بتاعي 12 دولار من هذه العمله، وما عنديش اي حاجه فيها لان عملت 86 ديل يعني تداول ب 12 دولار، تمام، 0.0019 هو ده يا جماعه الربح، تمام. بالنسبه للتليجرام زي ما انتم شايفين التليجرام بتاعي اهو بيقول لك نيو بوت كذا اهو، ديل كانسل بيتكوين ايثيريوم، كل حاجه هنا اهو زي ما انتم شايفين، كل حاجه بروفيت 10%، كل المعلومات اللي هي بتفيد الراجل المستثمر في الموقع او الكلام ده. يا جماعه موضوع طويل زي ما انتم شايفين، حاجات كتيره لازم اشرحها لكم، لازم نقعد مع بعض، وهيكون في لايف للناس اللي هي مشتركه من خلالي او مشتركه معايا عامه بوجه عام، لان انا بحاول يعني اشرحها لكم بطريقه، وهوريكم كمان الاستراتيجيات، وهوريكم ازاي تقدروا تربحوا مال بدون مش بدون تعب، لان مفيش حاجه اسمها تعب. بس انا قدامكم اهو يعني الاكتف بوت 16 في 17 لان وقفت واحد، وعامل قدامكم 315 دولار، وهنا عامل قدامكم 50 دولار، فانا بوريكم ان كل حاجه مربحه. هنا بيقول لي ان انا تعالى يا عم التوكن بتاعي النهارده البيتكوين في النازل، الاثيريوم كلسو في الطالع، الستيلر 4.51 والكلام ده كله، وهنا البوت، وهنا الباينانس بتاعتي والبيتريكس بتاعتي، البورتفوليو او المحافظ بتاعتي بيقول لك 723، وهنا 3145 49، هنا بيقول لك اخبار السوق ايه معايا، وهنا العملات عامه توب كرنسي توكن اللي انت ممكن تدور بيها وارتفاعها النهارده. لو انت حابب يعني تشوف او تاخد فكره او عندك عليها تقدر تشتغل عليها بطريقه ناجحه، تمام. هنا في طبعا شات، الشات ممكن تخش عليه تعمل فيه الكلام، بس انا مش في دماغي، انا راجل بستخدمه بحيث بيريح بالي. انفايت فريند، تعالوا نشوف انفايت فريند، ممكن تبعت لشخص معين اللي انت بيقول لك هتاخد من الريفرر بتاعه. طبعا انا ما عنديش اي ريفرر، انا هنا الفيزيتور كذا يوم، كل الكلام ده المعلومات بتاعتي زي ما انتم شايفين، هنا في كود وفي كل الكلام ده يا جماعه. فان شاء الله هسيب لكم الرابط اسفل الموضوع، لو انتوا حابين تشتركوا تستثمروا تجربوا 3 ايام دي حاجه بتاعتكم، انا هسيب لك الرابط عشان تاخد 3 ايام مجاني زي ما انا وريتك، وتقريبا كان في 10 دولار، لا في ده في 3 ايام، 3 ايام يا جماعه مش قليلين اللي انت تقدر تعمل فيهم 30 او 10 دولار 5 دولار وتجرب فيهم. بس انصحك ان انت ما تفعلش الايميل قبل ما يكون انت محضر كل حاجه في المنصه، لان من الوقت اللي انت هتفعل الساعه 10 الصبح مثلا، بعد 3 ايام الساعه 10 الصبح هيخلص التعاقد بتاعك، تمام. الفيديو بتاعي انتهى على كده يا جماعه، معلش انا اسف جدا اللي هو طويل شويه، ولكن قدامنا فيديو واثنين وثلاثه واربعه، ولو الموضوع عجبكم هيكون في كورس برايفت للناس المشتركه من خلالي او الناس اللي حابه تشتري الكورس دوت، باستراتيجيات واضحه وربحها مضمون، لان طبعا في استراتيجيات موجوده. فهنشوف لسه اراء الناس، هنشوف افكار الناس، هنشوف الناس كم واحد عجبه الموضوع، وبعد كده نبني كل حاجه عليه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم هيثم مرسي من قناه كريبتو عرب.